اللي هي الداخليه اللي هي النحاس اللي جوه دي. بعد كده هتيجي تبص هنا هتلاقي هنا في شربون، في شربون، والشربون دوت عباره عن اللي هو الكربون زائد براد النحاس، ودوت جاي للتوصيل للكهرباء اللي هو الشربون دوت. تمام، ادي واحده اهي وادي واحده اهي. تمام، بعد كده عندنا في حاجه اسمها المخدات اللي هي اللي قدامي دي، في قطب هنا اللي هنسميها مخدات او اقطاب. المخدات او الاقطاب دي في قطب شمالي وقطب ايه جنوبي تحت قصاد ديت، لو هو الموتور دوت مخدتين اتنين بس. تمام، طب عايزين نوصله ونشتغل بيه. لو انا جيت عملت رسم كده، رسم اللي هو مجسم ليه المخدات اهي، دي ده الحديد ودي المخده عليها ليها بدايه ونهايه، وعندي المخده الثانيه ليها بدايه وايه ونهايه. انا هرمز هنا رمز البدايه بالدايره والنهايه برمز الاكس، هرمز هنا للبدايه بدايره والنهايه برمز الايه الاكس. تمام، بعد كده عندنا الكونكتور اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي، اللي هو النحاس اللي بيلف اللي هو العمود الدوران، والشربون اهو ده عباره عن كربون وبراد النحاس اهم، في اثنين شربون اهم، ودوت الكونكتور. تمام، وديت اطراف اللي هي المخدات انا عايز اوصله. هنبص كده، احنا قلنا البنايه دايره والنهايه ايه؟ اكس. لو انا بصيت وصلت الدايره دي على الشربونه دي والبدايه دي على الشربونه ايه؟ دي، الكلام اللي انا بقوله دوت بينطبق على الموتور ابو شربون بتاع الغساله، بينطبق على الصاروخ، الشنيور، الخلاط، الكبه، ال 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 اي حاجه شغاله بشربون، اي موتور عندك شغال بشربون. تمام، هيلثي اي حاجه. لحظه، وديتها للشربون والبدايه ديت وديتها للايه؟ هدي اطراف النهايات الكهرباء بتاعتك 220 فولت. خلاص، تمام كده. وليكن كفرضا ان الموتور دوت هنقول بقى دلوقتي ان هو موتور خلاط، موتور كبه، موتور موتور اي موتور بيطلع على بالك. انا بتكلم بصفه عامه، انا بتكلم بصفه عامه. خلاص، الصفه عامه اللي انا بتكلم فيها اللي انا بقى جميع انواع المواتير اللي شغاله على الشربون. يبقى انا دلوقتي وصلت البدايات بتاعت المخدات للشربون كده، الموتور كده هيشتغل معايا بالاتجاه دوت. طب انا عايز اعكس حركه الموتور ده، اعكس حركته ازاي؟ انا بدل فبدي البدايه بتاعتي، انا رجعت تاني الوضع تاني، بدل ما اديت البدايه هي للشربون، لا وديت البدايه هي النهايه هي للايه؟ للشربون، النهايه للشربون، وديت البدايات الكهرباء بتاعتي. تمام؟ كده في الحاله ديت انا عكست الحركه. انت جيت لفيت واحد لف كبه، واحد لف اي موبينه، موتور ال ال ال، وجه بعد كده ان هو جه بص لقى الموتور ده شغال عكسي. موتور كبه يجي وصل، انت وصلت غلط. انت وصلت غلط، تمام؟ تيجي تحط اللي هي الكاميرا اللي هي الكاوتشه بتاعت ده بتحل. ليه؟ لانك انت وصلته غلط، فانت بتعكس الاطراف ديت. تمام؟ في الحاله ديت انت ايه؟ وصلت صح والموتور هيشتغل معاك صح. طيب ده بالنسبه لاي موتور شغال بشربون زي الموتور اللي قدامنا، موتور الغساله ده. خلاص؟ طيب الموتور دوت انا رحت العميل ولقيت ان الموتور دوت ازاي احكم عليه ان هو بايظ؟ ازاي احكم على الموتور دوت ان الموتور ده خلاص هقول للزبون ان كده الموضوع كده انتهى، لازم تغيير موتور. ازاي؟ عندي هنا نقطة تلامس الشربون دوت مع الكوليكتور ده، نقطة تلامس الشربون مع الكوليكتور وهو شغال، بيصدر منه شرس شرارة كده. اللي هو ازاي احكم على الموتور دوت ان الموتور دوت يجب تغييره، وازاي احكم عليه ان هو يتصلح. تمام، من خلال ايه؟ من خلال الشرس او لون الشرس اللي هو بين الكوليكتور وبين الشربون دوت. معايا ثلاث انواع من الشمس، في شمس عندنا احمر، وفي شمس عندنا ابيض، وفي شمس عندنا ازرق او اخضر.
لو الشراره او الشمس بيطلع وانت مشغل الموتور الغساله الكعبه الخلاط شنيور ال 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 اي حاجه وبصيت عليه ولقيت فيه شمس، لو لقيت عندك الشمس دوت لونه احمر معناها ان دوت عيب. احمر بيبقى عيب شربون او سوستيت الشربون. السوستة اللي هي ضغطة الشربون على الكليبتور بتبقى اتريق بتبقى صدت فضعيفة، فبتخلي الشربون مش ملامس كويس للكليبتور، فبتولد الموضوع دوت الشربون شرارة حمراء. طيب ممكن نعليك لا يا استاذ عبد الله، لقيت السوستة حلوة والشربون كويس على البتاع، تأكد ان في حد قبل منك مغير الشربون دوت بشربون ناشف، شربونه ناشفه. تعالى سيادتك تعالى على اي حته محاره كده بيبقى فيها محاره، وامسك الشربونه ديت وحطها عليها، لقيتها ناعمه زي البقلاوه كده معاك شربونه نظيفه، لقيتها ناشفه خشنه الشربونه دي مش حلوه، دي بتاكل الكوليكتور. فالفن اللي قبل منك اللي غير الشربونه ديت غيرها وده استرخص وجاب شربونه مش حلوه. خلاص؟ يبقى لي دلوقتي ان كان معايا الشراره او الشرز اللي هو متولد من احتكاك اللي هو الشربون مع الكليبتور لونه احمر، ده عيب يا اما شربون يا اما سوسه الشربون. ده هيتغير شربون وخلاص وتظبط السوسه بتاعتك. تمام؟ طيب ان كان معانا اللي هو الشرز دوت لونه ابيض، ده عيب مخدات. المخدات ديت حمصت. المخدات ديت حمصت يعني اللي حصل ان المقاومه بتاعت السلك فخدت المقاومه بتاعت السلك. فبيحصل معانا ان لعيب مخدات، يا اما تلف المخدات يا اما تغير الموتور انت بقى براحتك انت بقى. ده بيرجع لك انت. تمام؟ يبقى انا عندي ان كان الشرز اللي بيتولد دوت ابيض يبقى ده عندي عيب ايه؟ مخدات. طيب ان كان الشرز دوت لونه ازرق او اخضر ده بقى لله دي كده الموتور محروق. اخضر اخضر او ازرق. لو انت بتروح للموتور حتى تلاقي الموتور او الكبه او الخلاط او موتور الغساله او 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 تلاقي اصلا بقى ضعيف في الدوران، وتلاقي الشرز بتاعه لونه اخضر او ازرق، ده بقى لله هيتغير الموتور. ان كان شمس ابيض ده عيب خدات، شمس احمر ده عيب شربون او صوص الشربون، شمس ازرق او اخضر ده البقاء لله. يعني اثنين وثلاثه كده. تمام؟ يبقى لي دلوقتي عندي دولت الشربون، ده الكوليكتور بتاع العيد الداير اللي هو الكوليكتور بتاع العيد الداير اللي هو بيلف جوه ده، تمام؟ خلاص؟ الصوت دوت جاي من احتكاك الشربونه ديت لانها مش ثابته. تمام؟ ديت ثابته، الصوت مش من عندها، الصوت من عند الناحيه الثانيه. تمام؟ يبقى احتكاك عند الكوليكتور اللي جوه ده وعند ده الشربون، الشرز اللي هو من جوه اللي هيتولد منهم اني دوت بقدر اعرف ان الموتور اللي معايا دوت ان ايه نظامه. ان كان معايا الشرز اللي بيتولد جوه ده في الكوليكتور دوت بين الكوليكتور وبين الشربونه خلاص؟ ان كان الشمس احمر يبقى دوت عيب شربون او السوسته بتاعت الشربون. السوسته اللي هي الداخليه جوه هنا والشربونه اللي في هنا وهنفكها دلوقتي وهنبص عليها. خلاص؟ يبقى انا عندي الشمس ان كان احمر ده عيب ايه؟ طيب ان كان الشمس دوت لونه ابيض ان كان الشمس دوت لونه ازرق او اخضر ده كده الموتور كده محروق. تمام كده؟ طيب احنا قلنا دلوقتي ان احنا لو انا عايز اعكس الحركه الموتور دوت انا مد دلوقتي النهايات هي للشربون كده المحرك كده هيدور في الاتجاه ده، انا عايز اعكس الحركه بدل ما ادي النهايات هي للشربون انا هدي البدايات والعكس، بدل ما ادي اللي هي للشربون النهايات لا انا هدي البدايه هي للشربون والبدايه هي للشربون وادي النهايات ايه؟ اللي هي الكهرباء بتاعتي.
تمام كده؟ كده عكست الحركه، دي الحاله الوحيده لو انا عايز اعكس حركه اللي هي اي موتور شغال مش البول بتبتدي من البدايات او النهايات، مش واحد يعمل لي بدايه من هنا ونهايه من هنا الموتور هيزن مش هيشتغل. يا بدل البدايات يا بدل النهايات. تمام كده؟ سهله كده؟ وهنشتغل بعمل دلوقتي. طيب قبل ما نشتغل